السلام عليكم ورحمة الله، صبحكم الله بالخير. يلا حي، شلونكم؟ عساكم طيبين وصلوا على النبي. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد. أحيانا الواحد منا يندفع بمشاعر اتجاه شخص ويبالغ في هالمشاعر، وفجأة يكتشف أن الشخص ذا ما يستاهل الاندفاع هذا كله، أو أنك حطيت المشاعر دي في مكان خاص. فإذا وصلت للمرحلة هذه يا درج، لا تتحسف ولا تنقر ولا تاكل في نفسك، لا بالعكس. وشيء يفتح النفس هذا، مدري شلون جو الرياض، بس أكيد إن أجواء الرياض الحين سبطت خلص. رياض فشت عالم ثاني. أنا والله من عشاقها، أي والله جو البرد عندهم على غلطة، تحس إنك في عالم ثاني. جمال السيلي والله. ايه صح، نسيت اقول لكم حاجه بعد، ترى في الالوان هذه بتنصدم كثير، يعني ابغى لك طال عمرك وجهيه فولاذيه ومركب عوازل وبتتاثر، فيعني خلي قلبك قوي. لو تنصدم في شخص لا يصير عندك رده فعل طبيعيه، تراك بتنصدم بكرة في واحد ثاني وثالث. لا تتحسب على حد مرة. هالرسالة اللي أنا بوصلها لك، انبسط يا أخو، حياتك حلوة، عشها واستانس. والأشخاص الناس يبي يرجعوا لك أو يتراقبون، لا، إذا بتقدم شيء يكون دافعها الأساسي. قولوا لا إله إلا الله وصلوا على النبي. أنا جاي للرياض مخصوص، عندي تغطية العسل الحواج، وهالتغطية مختلفة تماما عن التغطيات اللي قبل. ليش؟ لأسباب عدة، ومن أولها طال عمرك إن المنتجات الموجودة في العرض يوم تدخل على المتجر وتشوف سعرها صراحة إنك تنصدم من السعر. هذا واحد. الشيء الثاني، عسل السمر اللي محطوط في هالباكج انتهى موسمه شهر 3، يعني اللي ما أخذ من الموسم ذا ما عاد يجي إلا في الموسم الجاي. يلا فالعفو والعافية. الأجواء الأيام هذه متغيرة ومتقلبة، وأكيد عندكم اللي عندها أطفال شاف تغيرات الجو وأثرها على الأطفال. العسل أطيب حاجة تبر فيها نفسك وعيالك. اليوم أنا جايب لك شيء بيض الوجه ويجمل من الحواج، تعال وشوف التفاصيل واسمع العرض. وكانك تسمع نصيحة أخوك وتحتاج عسل، لا تفوت مرة وما جاك عندي. يا وجودي أول العمر قبل البس عقال، وجد من باع آخر العمر في رغبة ذويه. الله الله، خلصت الإعلان والحين متوجه إن شاء الله للمطار. أبروح وانتظر رحلتي، وبعدها تسمح الدروب إن شاء الله إلى الطائف. معني والله أن نفسي أني أتقهوى، بس برضه ذال أني أروح أتقهوى وتروح لي الرحلة، فالأحسن أني أروح للمطار على طول. لا تروح الرحلة ثم تروح للمطار وششت على الطائف، أحسن أحسن. هذا الشيطان يقعد بس وسني تقهو، رحنا اطلع انزل، لاني فوتني الرحلة أنا أعرفه، ولا يجين الشيطان هذا غير اليوم أني سافرت فالطائف ما أعرفه ولا أشوف، لأثر ما عندي شغل ما يجين. بس ليه سافرت؟ أنت لو رحت تقهويت، والله قهوة الحين وقهوة سوداء تضربها ضربتك الجنب إن شاء الله لتفجير راسك لك، في لازمة تقهوة ولا ما تقهوة؟ ولا بروح أمر القهوة تقهوة، فنجان قهوة كوكيز، ميني كوكيز هذاك الصغيرون، وبعدها أروح للمطار. وما طائرات لو هنقوع، مش أنا مستعجل، ما الطيارة برايحة قدام نجي إن شاء الله. تدرون أبى أروح أتقهوى، بسم الله توكلت على الله، يجيني شر شيطاني هذا.